السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بشهر رمضان الاكرم والذي اكرمنا بليله فضيله مباركه انها ليله القدر والتي خلد سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز فقال: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة المباركة لماذا عظمها الله تعالى ولماذا ولدم... سماها ليلة القدر لأن قدرها عظيم وشأنها كبير وأيضا لأن العبادة فيها تحتمل أجرا وتوابا مضاعفا وقيل لان فيها تقدر اقدار الخلائق في هذه الليله المباركه الله عز وجل يكتب على عباده الاقدار للعام القادم من صحه ومرض من غنى وفقر من نجاح ورسوب من عزه وذله ومن حياه او موت الكل يكتب في هذه الليله المباركه ربنا عز وجل اكرمها لماذا لان فيها وقع حدث عظيم وجليل وهو نزول القران الكريم من السماء الى الارض في هذه الليله امر الله تعالى جبرائيل عليه السلام بان ياخذ نسخه من اللوح المحفوظ اللي هو القران العظيم ونزل به الى بيت العزه اللي هو في السماء الدنيا نزل به دفعه واحده ثم بدا بعد ذلك ينزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا منجما بحسب الوقائع والاحداث هذه الليله المباركه ربنا عز وجل يقول ان انزلناه فيها تعظيم بمعنى ان القران الكريم هو المحتفى به نحن نصوم ونقوم الليل احتفاء بنزول القران الكريم وكان أول ما نزل هو خمس صور من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه الليلة المباركة سبب منحها للأمة الإسلامية هو أن الأمم السابقة كانوا يعمرون كثيرا كان الرجل يعمر خمسمائة سنة ألف سنة يقال بأن فرعون عاش ثلاثمائة سنة ونوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا دواليك لكن أعمار الأمة الإسلامية ضيقة بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك ربنا عز وجل أعطانا هذه النعمة وهذا الفضل فقال لنا ليلة القدر خير خير من ألف شهر ألف شهر هو 83 سنة يعني أفضل بكثير من 83 سنة حسبوها العلماء قال لك الا عشتي تقريبا 30 سنه وكل ليله في رمضان تقوم ليله القدر غيكون عمرك ازيد من 6000 سنه انت عمرك 60 عام لكن تبعث عند الله يوم القيامه وعمرك تجاوز 6000 سنه بمعنى ان اعمار امه الامه الاسلاميه غتكون هي الاطول والاكرم والابرك هذه الليله ما يقع فيها ربنا عز وجل يامر جبريل اللي هو امين الملائكه وامين الوحي وقائد الملائكه جبرائيل عنده 700 جناح وكل جناح يمثل سلطه وجناح واحد لو ضرب به هذا الكوكب الارضي لصار ترابا ينزل سيدنا جبريل في كبكبه من الملائكه اي في جماعه من الملائكه الملائكه اطهار نورانيين لماذا ينزلون لكي يسلموا ويدعوا ويباركوا لكل من كان ذاكرا لله قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو قائما كل من كان في عبادة إلا ويسلمون عليه ويدعون له ويباركون له في هذه الأيام المعظمة هذه الليلة متى هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلا كان غادي يخبرنا أين هي هذه الليلة فدخلوا عنده واحد جوج الصحابة وبدأ يحتقان كل يقول حقي حقي فدخل بينهما الشيطان وغاضب فإذا بالنبي الكريم قال نسيتها الله تعالى سلباً منه ولم يعرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بعد الصحابة ألحوا عليه يا رسول الله أي ليلة في رمضان فقال لهم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فبدأ الصحابة يجتهدون في العشر الأواخر كلها الوترية والشفعية إلى أن جاء يوم أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله دلني عليها فقال لها التمسوها في العشر الوترية من رمضان هي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتسع والعشرين لكن لماذا الناس يقومون بالسبع والعشرين لماذا؟ يقال بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جو صحابة وشافوا أمانمية منامية تعاقبت فيما بينهم فأخبروا بها النبي الكريم قالوا رأيناها ليلة السابع والعشرين قال هي تلك وقيل بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مع النبي في, في لحظه مع النبي فقال لا الا علها السابع والعشرين وسيدنا ابي بن كعب الحافظ للقران الكريم اقراكم للقران ابي قال والله اني لا اعلم اي ليله هي انها ليله السابع والعشرين شمسها تطلع لا شعاع فيها فالعلماء قالوا هناك علامات لهذه الليله المباركه اولها ما كيكونش شمسها الغد ليه ما كيكونش فيها شعاع حار وما كتكونش فيها الرياح ولا قواصف ولا عواصف وكتكون فيها السكينه والطمانينه في القلوب والارواح والناس كيشعروا بنشاط زائد في غير ايام رمضان وواحد النورانيه تشع في هذه الليله واحد بسبب النور ديال الملائكه هنا امنا عائشه قالت لي يا رسول الله ارايت ان ان ادركت ليله القدر ماذا اقول فيها؟ قلق فيها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ماذا يستحب في هذه الليلة؟ الإنسان ذيك الليلة عندنا تكون إن شاء الله نهار الإثنين أش غيدير الإنسان ذيك الليلة ينعس قبل بعد العصر ينعس شوية ياخذ طاقة ديالو يشبع من النوم باش يستعد للقيام ملي يفطر ياخذ فطور خفيف يستحب أن يستحم ويلبس أجود ثياب ويتعطر ثم يبكر للمسجد أثناء العشاء غادي يلقى المؤمنين والمؤمنات سبقوه للجامع آن ذاك غادي يبدأ بذكر الله أجمل شيء نبدأ بالاستغفار مئة مرة لأن الاستغفار الله عز وجل يزيل عنك الصدأ لكن في القلوب بعد ذلك أبدأ بالصلاة على النبي مئة مرة علاش باش يعطيك الله الحلاوه العباده اللي كيشعر بالملل وما كيشعرش بحلاوه العباده باش يجيبها يصلي على النبي الكريم وكيعطي الله حلاوه العباده ثم يبقى مع المؤمنين والمؤمنات في الصلاه وفي في الاستراحه المؤمن والمؤمنات كيجلسوا للذكر والمذاكره دروس الوعظ والارشاد الى غير ذلك جميل انه يصطحب مع مصحف وسبحه من اللي صلي من يسالي من الصلوات والقيام والركوع يقرا المصحف الشريف الا تعب من المصحف الشريف يشد السبحه يذكر الله تعالى لا يضيع لان كل لحظه فيها اجر وثواب وملي سال هذا كله يرفع يديه للسماء ويقول الادعيه لان في هذه الليله الله تعالى يعطيك ما تريد اللي كان مريض وسقيم العلاج ياتي هذه الليله بالصحه والشفاء العاجل اللي كان فقير الله يعطيه الغنى والمال الوفير في هذه الليله المباركه اللي كان متزوج وديما في صراع وخصام في هذه الليله كيعطيهم الله الموده والرحمه اللي كان عازب او عنده بوار الله تعالى يرفع عنده الموانع ويختار له الانيس والرفيق والحبيب المبارك اللي ما عنده وليدات الله تعالى كيعطيه الحمل القريب اللي عنده اولاد واشقياء ربي يهديهم في هذه الليله ويعطيهم الصلاح اكثر من الدعاء 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 ولا ننسى الاموات الاموات ديالنا ما نسوهمش لان في القبور ديالهم تما مادين يديهم ندعي لهم بالرحمه والمغفره لا باس نمشيو نزورهم في هذه الايام في المقابر ونحترموا اداب القبور وما اقرته الشريعه الاسلاميه من ندخلوا مملكه الاموات سلام عليكم اهل قوم مؤمنين انتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم وندوم معنا شويه ديال المال راه كيتجمعوا الفقراء والمساكين لا باس نصدقوا عليهم ونوسعوا على الفقراء المساكين شهر الصيام والقيام والمواساة وهكذا غنكون إن شاء الله تعالى حصلنا على أجر وفير لهذه الليلة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بعض العلماء كيأكدوا بأن هذه الليلة فعلا هي السابع والعشرين علماء معاصرين لهم مختصين فيما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم القرآن الكريم رياضيا كنفسروا به الآيات مثلا سورة القدر عدد اياتها او عدد كلماتها 30 كلمه انا انزلناه في ليله القدر الى حسبناها 30 كلمه والشهر في 30 يوم الى ان قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر كلمه هي هذه زائده كيقولوا العلماء لو قال رب العزه سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما فلماذا ربنا عز وجل حشر كلمه هي في السياق قال لك هذيك هي هي رقم 27 سلام هي فهذا ارجح باذن الله تعالى اسال الله الكريم ان تقبل منا ومنكم اجمعين اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيام لياليه وختم القران اللهم وفقنا لقيام العشر الاواخر على الوجه الذي يرضيك عنا واكتب لنا في ليله القدر اوفر النصيب واعتق رقابنا ورقاب ابائنا واحبابنا من النار واجعلنا من اهل الفردوس الاعلى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر